أحسن الله إليكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر صحابته بقدوم شهر رمضان. نأمل منكم حفظكم الله حديث حول هذه البشارة، وكيف كان الصحابة يعيشون هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، يروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في آخر جمعة من شعبان، فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدوم هذا الشهر من أجل أن يستعدوا ويستقبلوه بما يليق به، وأن يعملوا لأنفسهم ما يستطيعون من الخير، ما هو فريضة وما هو نافلة، وكله خير وكله بركة وكله رحمة، والحمد لله رب العالمين. نعم.